الله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد المبعوث في أم القرى. أما بعد، أنا التلميذة بوزيدي عابر، متحصلة على معدل 19.37، لأنال بذلك المرتبة الأولى على مستوى دائرة عين توتا باتنا. أهدي هذا النجاح لعائلتي وبالأخص والدي وكذلك أختي طبيبة طبعا، وأتمنى لها التوفيق في مشوارها الطبي، وأخي وائل وأختي الصغيرة. وأهدي كذلك نجاحي لكل الأساتذة الذين أشرفوا على تدريسي في مشواري الدراسي. كنت أنتظر في هذه النتيجة المشرفة، لأني طبعا تعبت ودرست يعني، وكنت حابة نفرح والدي ونفرح كذلك الأساتذة اللي كانوا يتسناو في هذه النتيجة. إحنا بذلنا مجهود والنتيجة طبعا خليناها على ربي. وبعد ما جاء المعدل أكيد يعني كنت حطيت توقع اللي كان 18-19، والحمد لله كان المعدل تاعي 19.37. كنا نستناو النتيجة بفارغ الصبر، وبعدها شفت لي أختي النتيجة وكانت أكيد فرحة عارمة كما كنا نستناو فيها. كانوا معايا العائلة تاعي كاملين، نشكرهم سواء العائلة تاع أمي ولا أبي. ثانيا نشكر صديقاتي اللي فرحوا لي بزاف، وأساتذة تاعي ثاني اللي يعبروا على الفرحة تاعهم. ونقدم أحر التهاني للكامل المتحصلين على شهادة تعليم متوسط، وطبعا أواسي كل الذين لم يحالفهم الحظ للحصول على هذه الشهادة، ونقولهم بلي مازال كاين أمل العام الجاي ولا ربما حتى في حياتهم الشخصية. مستقبلا أطمح أن أكون إطار من الإطارات في مجال الإدارة، يعني إدارة الأعمال، وإن شاء الله يتحقق الحلم تاعي ويتحقق أحلام كل يعني المتمدرسين. التلميذة بوزيدة عبير تحصلت على معدل 19.37، يعتبر أعلى معدل على مستوى دائرة عين توتا، كما شرفتنا كثيرا بهذه النتيجة، وهي من مثابرتها واستمراريتها في الدراسة كانت تتوقع هذه النتيجة. تلميذة بوزيدي عابير غنية عن التعريف في هذه المؤسسة، الكل يعرف الأستاذ التلميذ بوزيدي عابير بأخلاقها، شرفتنا يعني ماشي غير اليوم برك، شرفتنا في المسابقات الثقافية بين المؤسسات، شرفتنا في عدة مناسبات، والشريف الأخير هذا يعني شرفنا بزاف بزاف.